السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعين الكرام عبر 97 FM في حلقة جديدة ومنوعة من برنامجكم اليومي ترحيب اللي نشارك فيه الليلة فرحة طلابنا الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، ونقول لهم ألف مبروك نجاحكم في هذه المرحلة. ألف مبروك إن شاء الله، والله يوفق الجميع. اللهم آمين. اللهم آمين. إذن مثل ما قال صباح ألف مبروك لهم، وكذلك أيضا مستمعينا الكرام، اليوم راح نخصص جزء كبير من حلقة الليلة لتكريم المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، وذلك أيضا في المجلس الأعلى للتعليم ونتائج الامتحانات راح نطلع عليها أيضا بإذن الله. وكذلك بنتوقف عند طرح بنك قطر للتنمية 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مجموعة من التقارير عن ليلة القرنقعوب الأمس. وبنختم فقرتنا اليوم بفقرة رحاب الذكر الأسبوعية بإذن الله تعالى. إذن أعزائي المشاهدين، البداية راح تكون مع إعلان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى بعد ظهر اليوم عن صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة لتكريم، أو نترككم أيضا مع تصريح لهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على عنايته الشديدة بالمسيرة التعليمية، وأتوجه بخلص الشكر والتقدير أيضا لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم على دعمه اللامحدود واهتمامه بالعملية التعليمية. ونعلن اليوم بحمد الله نتائج اختبارات الثانوية العامة والتخصصية للعام الدراسي 2014-2015. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم لجميع أبنائي وبناتي الطلبة الناجحين في الدور الأول بالتهنئة لهم ولذويهم على نجاحهم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية والعملية، وحتى يكونوا أفرادا صالحين في بناء وطنهم وأمتهم. اللهم آمين، ونتمنى من كل الطلاب الناجحين بأن يكونوا أفرادا صالحين لبناء وطنهم وأمتهم، نفس ما قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. تلا هذا التصريح مشاهدين الكرام المؤتمر الصحفي اللي تم فيه إعلان نتائج ونسب النجاح في شهادة الثانوية العامة والتخصصية للعام الدراسي الحالي. نتابع جانب من هذا المؤتمر الصحفي. كان إجمالي عدد الطلبة المتقدمين في الدور الأول للعام الحالي 10318 طالب وطالبة، بلغت نسبة النجاح على النحو التالي: أولا المدارس النهارية بلغت نسبة النجاح 72.26، في التعليم الموازي المسائي بلغت نسبة النجاح 9.37، التعليم الموازي المنازل 8.24، المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين بلغت نسبة النجاح 78.95، مدرسة قطر التقنية الثانوية المستقلة 37.66، مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال 97.56. ونبقى معكم أعزائي المشاهدين الحين مع تقرير نطلعكم فيه على أسماء المتفوقين بإذن الله تعالى من أصحاب المراكز الأولى في امتحانات الثانوية العامة والتخصصية للعام الدراسي 2014-2015. فرحتنا ولا في مثلها، كل تجمع كل نبجة غالي، يلا تسعد هالقلب وأهلها. الليلة ما هي مثل كل الليالي، الليلة فرحتنا ولا في مثلها، كل تجمع كل نبجة غالي، يلا تسعد هالقلب وأهلها.
كل تجمع كلنا بجد غالي يلا تسعد هالقلوب وأهلها الليلة ما هي مثل كل الليالي الليلة فرحتنا ولا في مثلها كل تجمع كلنا بجد غالي يلا تسعد هالقلوب إذن والحين أعزائي المشاهدين ننتقل وياكم إلى المجلس الأعلى للتعليم حيث يتواجد نديبنا إبراهيم النعيمي ضمن فعاليات تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين في نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2015-2014. حياك الله يا أبو علي والكلمة عندك. الله يبقيك يا خالد، أمسي عليك بالخير وعلى أخوي صباح على المشاهدين والمستمعين الكرام. نعم مثل ما ذكرت أخوي خالد، إحنا في المجلس الأعلى في تكريم حفل تكريم الطلاب في الثانوية العامة والتخصصي العام الدراسي 2014 و2015، ويانا الطالب ناصر بن سلطان البعفرة الكواري الأول على الغطريين. ألف ألف مبروك يا ناصر. الله يبارك فيك، والحمد لله طبعا بعد المجهود والتعب وصلنا هذه النسبة ودرجة الحلوة. أكيد لكل من جد وجد. إحنا في البداية نقول لك مبروك التفوق، وشلون صارت أنت شلون شفت مستواك الأول على القطريين؟ شلون اجتهدت أنك تطلع الأول؟ طبعاً التعب مش هالسنة بس، قبلها من كم سنة بالإعدادية في الثانوية بعد والابتدائية طبعاً طورت مستواي من خلال يعني تنظيم الوقت وحط الأولويات يعني في المدرسة وخارج المدرسة. كل هاي في النهاية بعد يعني جهد الوالدين معي في الترتيب كان لها دور طبعاً. ناصر، لو تكلمنا عن المواد اللي شفتها صعبة شوي في الامتحانات. طبعا اغلب الطلاب يشوفونها اللي هي مواد اللغات اللي اللغه الانجليزيه واللغه العربيه، مهارات فيها تكون شوي اعلى شوي، فتتطلب يعني مجهود اكبر من الطالب ووقت اطول في المذاكره وان يكون اقل لكن في الامتحان. شلون كانت استراتيجيتك من اول العام لين تفوقت في اخر السنه؟ طبعا نفس ما قلت ترتيب الاولويات. نعم. فادرس الشيء اول باول، فخليت انا مثلا فيزياء اليوم ادرسها في البيت، هاي يعني شيء اساسي طبعا ومعروف للطلاب. مع مرور الوقت طبعا في مشكله يعني الخطه ما تمشي معك. نعم. الترتيب ما يمشي معك، خاصه اذا كانت يمكن اكثر من ماده اخذتها في يوم ما تقدر تذكرها في نفس اليوم كلها. طبعا والشيء خارج المدرسه انشطه يعني في يعني بحث يعني نشاط معين مسابقه معينه. نعم. هاي تخرب الخطه مرات، فهاي تطلب منك مجهود في يوم ثاني، مجهود في يوم الجمعه اللي يكون الناس يطلعون فيه يستانسون فيه انت تدرس فيه بزياده، يكون ضغط عليك على شوي، فانت لازم يعني يكون اولويه عندك الدراسه طبعا. نعم. ناصر، عقب التفوق هذا وش خطتك المستقبليه؟ ان شاء الله نروح الطب ان شاء الله في كليه والي كورنيل في قطر ان شاء الله. نعم. ونكمل في هالمجال اللي هو له يعني امل كبير في دوله قطر ان شاء الله، والدوله طبعا مشجعه لنا في السنين الجايه ان نغير في دوله قطر في هذا المجال طبعا مجال الصحي. نعم. ناصر، في مجالك ان شاء الله الطب انت مخطط عليه من زمان ولا تو يعني؟ طبعا الواحد مرحله جديده يكون مش واضحه عنده. نعم. الخطه وين بيروح مرحله الثانويه طبعا بعد عرفنا العلوم المواد كلها كيف أقسامها كيف طرقها، اخترنا هذا المجال لأنه يعني في أمل كبير نغير فيه. ما شاء الله اليوم طلعت النتائج. نعم. واليوم حفل التكريم، أبي شعورك الحين. طبعا فرحة وافتخار نفس الوقت، شعور حلو يعني أنك تكون مع متفوقين وأحسن طلاب في الدولة كاملة، شيء يعني نفتخر فيه في السنين الجاية حتى نروي عيالنا إن شاء الله مستقبل إن شاء الله. ناصر، أبغي أعرف المدرسة اللي درست فيها. المرحلة الثانوية مدرسة علي بن جاسم. نعم. أنت اخترت المدرسة ولا كانت هي الأقرب؟ والله للسكن. لا لا، وللأمر كان هي قريبة مش بعيدة، لكن وللأمر كان اختارها للانضباط اللي فيها، للنظام الموجود من مدير مدرسة هادي عبدالله البريد. نعم. حاط نظام ينفع لكل الطلاب اللي عندهم هدف. نعم. ألف ألف مبروك يا ناصر، ومن هالأمام إن شاء الله ونشوفك دكتور بإذن الله. الله يبارك فيك إن شاء الله، جزاكم الله خير على هاللقاء. الله يطول عمرك. ومشاهدينا الكرام أيضا نبارك الجميع الناجحين ونقول حظ أوفر للي ما حالفهم الحظ، عندهم إن شاء الله دور ثاني يجتهدون من الحين، عندهم فترة. وهذا اللي كان عندنا من المجلس الأعلى للبيئة. كل ما عندكم إخواني في الاستديو.
شكرا يا إبراهيم النعيمي، وأيضا الشكر موصول ومبارك أيضا لناصر على تفوقه وتميزه وظهوره بالمركز الأول على القطريين، وهذا ما جاء من فراغ. نعم. خالد الواحد اللي يجد ويجتهد في النهاية بيحصل الثمرة، هذا اللي شفناه. صحيح. من ناصر وأيضا غيره من الطلاب اللي اجتهدوا ووصلوا لهذه المرحلة، وإحنا بدورنا أيضا نشكر قيادتنا الرشيدة على حرصها على دعم العلم. نعم. والتعليم من أجل الارتقاء ببلدنا الحبيبة قطر، ونتمنى أن يكون هناك مستقبل زاهر للطلاب المتفوقين، ولغير المتفوقين نتمنى لهم التوفيق في المراحل الجامعية المقبلة عليهم لكي يتميزوا ويحققون النجاح والتقدم ويرفعون اسم بلادنا عاليا بإذن الله. اللهم امين، الله يوفق الجميع ان شاء الله. اللهم والله يعطيهم على قد نيتهم ان شاء الله، ونشوفهم في اعلى المناصب ان شاء الله. احنا في هال في هالوقت هاي لازم نبارك، احنا والله فخورين للامانه يستاهلون كلهم، واحنا لازم نبارك حق كل ام وكل اب. نعم. اجتهدوا مع ابنائهم، اكيد انهم تعبوا عليهم. صحيح. ووقفوا معاهم. نعم. في كل الفترات لين وصولهم لهذه. صحيح. المرحله، فنقول لهم الله يعطيكم العافيه، والحين لكم الحق انكم. نعم. تفتخرون في عيالكم. نعم، الله يوفقهم ان شاء الله يا رب، وحظ اوفر ان شاء الله لمن لم يحالف الحظ، وإن شاء الله يا رب أن لهم الفرصة الثانية وعليهم الجد والاجتهاد بإذن الله تعالى. إذا أعزائي المشاهدين نطلع وياكم الفاصل قصير ونواصل بعده فقرة ترحيب، قوموا معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. في الشأن الاقتصادي، يطرح بنك قطر للتنمية 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات، جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك أيضا بأسعار تنافسية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. صحيح يا خالد، للمزيد حول هذه المبادرة المقدمة من بنك قطر للتنمية معنا في الاستديو السيد صالح بن ماجد الخليفي، رئيس قسم تطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية. في البداية نرحب فيك أبو ماجد، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. أنا وعليك الله يحفظك، ونشكركم صراحة على الاستضافة والدعم الدائم صراحة. خلينا الريان ما تقصر البنك ويا أصحاب المشاريع والقطاع. نعم. الخاص هذا واجب يا صالح. في النهاية أنت توجهكم للشباب، وإحنا توجهنا للشباب، وكلنا نمشي في مركب واحد. الله يحييك. نعم صالح، أنتم في البداية تعطون يعني فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، طبعا هذه التسهيلات رواد الأعمال القطريين الكل منهم يطمح أنه يعني يحصل على حصة من هذه الكيكة اللي تقدمها دائما يعني، أو يقدمها بنك قطر مشكور، بس كلمنا شوي عن هذه يعني الإتاحة وهذه الفرصة. أول شيء قبل ما نبدأ، الفرصة موجودة صراحة، إحنا ندعم جميع رواد الأعمال. نعم. هذا جت هذه المبادرة تقريبا من أكثر من سنة من الدراسة، بعد ما قعدنا مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع. نعم. وسمعنا آرائهم والتحديات اللي تواجههم. فأحد التحديات كان وجود منشآت صناعية جاهزة البناء. اليوم صاحب المشروع إذا يبغى يبدأ مشروع أقلها لازم يستثمر 5-6 مليون ريال قطري في بناء المنشأة الصناعية. فإحنا تعاوننا مع وزارة الطاقة والصناعة. نعم. أعطونا ما شاء الله مساحة كبيرة جزاهم الله خير في منطقة الصناعات الجديدة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة. الهدف منها بنبني فيها 32 مصنع، تقريبا مساحة كل أرض أو كل منشأة صناعية بين 1500 إلى 1800 متر. فالهدف ما على صاحب المشروع إلا أنه هو يجي بفكرة المشروع ويقدم ويجيب مكانه ويبدا التشغيل. نعم ممتاز. بمايد شلون يساهم هذا المشروع، هذه المبادره اللي انتم مقدمينها للشباب في تحقيق احد الاهداف الرئيسيه لبنك قطر للتنميه، اللي هو في تنوع الاقتصاد الخاص وايضا قطاع الشركات الصغيره والمتوسطه، وايضا اتاحه الفرصه للشباب. الهدف من هذا المشروع صراحه يصب في قلب استراتيجيه بنك قطر التنميه. نعم. اللي هو دعم اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه. هذا الكليب. نعم هذا الكليب اللي تشوفونه على الفيديو يشرح ببساطه عن المشروع. فالهدف توفير فرصه وانشاء 32 مشروع صغير متوسط. فقاعد اتكلم ان احنا بنحفز القطاع الخاص. نعم. في مجالات مدروسه بعنايه، درسنا. صحيح. السوق المحلي، درسنا متطلبات الاحتياجات الداخليه، الاحتياجات يعني الحاليه والمستقبليه. وفي النهايه كلها تصب في دعم تنويع الاقتصاد الوطني لدولة قطر. نعم ممتاز. صالح أنا بدي أسألك يعني بس خالد اسمحني أقطع كلامك، هذا تعبئة نموذج هنا. نعم. في موقع بنك قطر للتنمية www.qdb
qa.qa/32. الموقع الرئيسي فيه اللينك. فيه اللينك. إذا المعلومات راح تكون اللي حاب إنه يتقدم من خلال الموقع اللي موجود. نعم. إن شاء الله تكون المعلومات كلها وافية وبكل شفافية. والهدف الرئيسي صراحة من وراء الموقع بحيث نحن نأخذ خطوة بعد إيجابية للمجتمع. كل شروط التقديم موجودة على الموقع. طريقة التقديم كلها راح تكون إلكترونية بحيث إن شاء الله يكون في قدر كبير من الشفافية. ممتاز. ما في ورقة تضيع ولا ورقة كذا. وكل مقدم راح يكون عنده كود ولا رقم مراجعة يقدر يتواصل فيه. ممتاز. وشوف طريقة تقديمه. ممتاز. طيب أنا ودي أسألك يعني لو تعطينا يعني شرح وافي عن الشروط. الشروط الرئيسية مثل ما قلت لك احنا اخترنا 4 صناعات رئيسية هي الصناعات الكيميائية، صناعات البلاستيكية، صناعة الأخشاب، وصناعة المواد الإلكترونية. الهدف منها ان احنا ندعم اصحاب المشاريع ان يأتون بمشاريع مبتكرة. فأول شرط هو ان يكون في مشاريع مبتكرة ذات طابع تكنولوجيا حديثة. والمواد نفسها وطريقة التصنيع تكون صديقة للبيئة. كمان يشترط ان يكون صاحب المشروع عند الخبرة الإدارية المناسبة. في مجال مشابه إما مجال العمل. أو مجال الاقتصاد أو المهنة أو الاقتصاد الحر. أو يكون عنده فريق ذي خبرة إدارية مناسبة. والهدف الرئيسي إنه يكون عنده قيمة مضافة في هذا المشروع. صحيح. ممتاز. ممتاز. زي بمايد يمكن المنشآت الصناعية المطروحة كلها صديقة للبيئة. الهدف من هذا الموضوع؟ الهدف منها مثل ما قلنا احنا دورنا ان احنا نحفز القطاع الخاص انه يتوجه الى التوجه اليوم هذا التوجه العالمي. وفي النهايه احنا جلسنا مع الاخوان في وزاره الطاقه والصناعه. وجزء من معاييرهم هنا المشاريع لازم تكون صديقه للبيئه. ممتاز. وقمنا بدراسه بيئيه على هذه المنتجات. حتى طريقه التخزين في معايير عاليه صراحه جزاهم الله خير الاخوان في وزاره الطاقه والصناعه عندهم معايير تصل الى المعايير العالميه. ممتاز. في المحافظه على البيئه. وانا متاكد ايضا هذا راح يعود بالنفع ايضا في الاول وفي الاخير على رائد الاعمال قبل على صحيح. البيئه يعني واحنا عايشين في مجتمع واحد فلا بد ان المحافظه على هذا الشيء. طيب انا ودي اسالك يعني المصانع هذه اكيد بتروح بتكون لها قيمه رمزيه او قيمه تاجير فكلمنا عن قيمه التاجير اكيد الساده المشاهدين يسالون عنها. الكل يسال عن قيمه التاجير وكذا. قيمه التاجير راح تكون 5 ريال على المتر شهريا. فيعني هذا ارخص من السوق. الهدف منها ان احنا نعطي فرصه باسعار مدعومه لرواد الاعمال. ممتاز. وفي النهايه احنا شايلين عن اصحاب المشاريع قيمه الاستثمار في المبنى. فقاعد تتكلم احنا متحملين كمان قدر التنميه جزء كبير من تكلفه. صحيح. المشروع. فكل ما عليه هو فقط يستثمر يعني اغلب الاستثمار راح يكون في لب المشروع ما يحتاج نحن نشتت صاحب المشروع. صحيح. زين شنو نوع التسهيلات اللي راح توفرونها للمستفيدين من هذا المشروع انتم كبنك قطر التنميه؟ في النهايه انا خليني اتكلم عن جميع التسهيلات لصاحب هذا المشروع او لاي صاحب مشروع في قطر. احنا نساعد صاحب مشروع عن طريق يعني نافذه واحده لجميع خدمات اصحاب المشاريع. صحيح. عن طريق من مرحله الفكره نساعدهم في دراسه الجدوى والخدمات الاستشاريه كامله الى مرحله الاحتضان. فهذا يعتبر احتضان. احنا غير هذا المشروع عندنا حاضنه قطر للاعمال. صحيح. اكبر حاضنه اعمال في الشرق الاوسط. ما شاء الله. هذا بعد يعتبر نوع من الاحتضان الى مرحله تمويل نمول المكاين ونمول المعدات والمواد الخام اللي يحتاجها الى بكره مرحله التصدير. فنمسك. ممتاز. صاحب المشروع من الفكره. نعم. الى ان شاء الله يصير مصدر قطري. التنفيذ ان شاء الله. وهذا الهدف اللي الاسمى على اللي نطمح له ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب احنا ودنا نسالك ايضا عن الفتره المحدده لاستقبال الطلبات. احنا فتحنا باب تقديم الطلبات وعطنا اصحاب المشاريع لين 1/11 ان شاء الله 1 نوفمبر من هذه السنه. والهدف منها نعطيهم فتره اكثر من 4-5 شهور انهم يعدون الدراسه المحدده ويتم بالتراخيص اللي يحتاجونها السجل التجاري والترخيص البيئي. وفي النهايه بنعطيهم وقت صراحه بعد بحيث انهم يتزامن مع وقت بناء المشروع. المشروع صحيح. اليوم بدينا نبنيه فبعد ما نبي نأخرهم إن شاء الله. نعم صحيح. صحيح. الله يوفقكم ويكتب لكم اللي فيه الخير صراحة. يعني بنك قطر للتنمية من الجهات اللي دائما ما تدعم الشباب وتشكرون على جهودكم. السيد صالح ماجد الخليفي رئيس قسم تطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية شكرا لحضوركم. الله يعطيكم العافية. الواجب علينا. شكرا. الله يوفقكم إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين هذا وبعد الفاصل راح نتابع وياكم. الاحتفالات بليلة القرنقعو تسعد أطفال قطر وتذكرهم أيضا بالعادات والتقاليد الرمضانية.
رجعنا لكم مشاهدين الكرام، متواصلين معاكم في برنامج ترحيب، ونبقى الحين مع عدد من الفعاليات المتعلقة بليلة القرنقعون اللي صارت أمس. فقد أحيا المكتب الهندسي الخاص في سوق واقف هذه الليلة بتنظيم الفعاليات الشعبية الخاصة بهذه الليلة التي شهدت توافد الأسر القطرية والمقيمة إلى سوق واقف. نشاهد جزء من هذه الاحتفالات ونرجع لكم. ليلة ليست كباقي الليالي في سوق واقف، ليلة رمضانية تقام فيها واحدة من أهم العادات الشعبية القطرية في الشهر الفضيل، يحتفى بها بروح تقليدية خليجية، وهي ليلة القرنقعو والتي نظمها في السوق المكتب الهندسي الخاص، فأدخل الفرح والسرور على قلوب الأطفال. إدارة سوق واقف تحرص كل الحرص على الإحياء هذه الليلة في سوق واقف، وطبعا الهدف الرئيسي من هذا الاحتفال احنا نسويه في السوق على اساس ان احنا نحمي هذه الليله من الاندثار يعني، ودائما دائما نحب نخلي عيالنا يشوفون ايش المكان يحتفلون فيهم الاجداد في الليله هذه. حاليا تقريبا في عندنا 10 جهات حكوميه مشاركه معنا في السوق، وكل جهه عندها توزيعاتها الخاصه فيها وتوزع على الاطفال. في عندنا القطار اللي ياخذ الاطفال بجوله كبيره في السوق، وعندنا الشخصيات الكرتونيه تزيد المرح للاطفال، ومثل ما تشوفون الحمد لله يعني صار عندنا اقبال جماهيري، وهذا كان هو المطلوب والهدف الرئيسي منه يعني. والقرنقعو عادة قديمة في منطقة الخليج العربي، حيث يتم إحياؤها في هذا الموعد من رمضان المبارك من أجل مكافأة الأطفال على صيامهم وتشجيعهم على إكمال صيام النصف المتبقي من الشهر الكريم. وايضا اعزائي المشاهدين، نظم مصرف قطر الوطني بنك قطر الوطني صباح فعالية تحدي القرنقعو احياء لهذه العاده القطريه الاصيله، ولكن باسلوب عصري يمكن يكون شوي مختلف. خلونا نتعرف وياكم على هذه التفاصيل. تحدي القرنقعو مبادرة لإحياء هذه العادة القطرية الجميلة بأسلوب عصري ممتع. الفكرة تقوم على الاحتفال بهذه الليلة من خلال تنظيم مسابقة يتنافس فيها الأطفال على لعبة تحدي القرنقعو على الأجهزة اللوحية. الفكرة وتصميم اللعبة جاء من قبل شركتي إيديام ميديا وشركة مدهشون، فيما كان بنك قطر الوطني الراعي لها. طبعا هذه احتفالية كبيرة تصير في شهر رمضان، يحتفل فيها الصغير والكبير. طبعا طورنا هذه اللعبة بحيث انها تكون تراثية مع التطور اللي تشهدها الدولة من التكنولوجيا، فدمجنا الشيئين في بعض. طبعا هذه الفكرة طلعت من شركة ايديا ومدهش بالتعاون مع كيو ام بي، تكون اقطرية لها معنى، وقمنا بمسابقات تضم انها تكون اونلاين للاطفال يلعبون فيها على مدى يوم. هنا في مجمع السيتي سنتر التجاري كانت المنافسه قويه بين اطفال توزعوا على فرق للاولاد وفرق للبنات. فائزون عده كانت بانتظارهم جوائز قيمه، فيما وزعت على المشاركين هدايا احتفالا بليله عمت فيها الفرحه وارتسمت فيها الابتسامه على الوجوه. احنا بدورنا نشكر بنك قطر الوطني لإقامة هذه الفعالية ومشاركة المجتمع في هذه الفعالية على نطاق المجتمع. وكعادتها كل سنة احتفلت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة مساء الأربعاء بليلة القرنقعو من خلال العديد من الفعاليات التراثية المرتبطة بهذه المناسبة وسط إقبال كبير. نتابع.
التراث الشعبي والتعريف بالعادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة مظاهر ميزت فعالية ليلة القرنقعو في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حيث عاش الأطفال وعائلاتهم أجواء احتفالية مليئة بالبهجة والفرحة وسط الأهازيج والأغنيات التي تحيي ذكريات الأمس وتجدد تراثه وتقاليده. كما تم تخصيص عدد من نقاط توزيع هدايا القرنقعو من المكسرات والحلويات وغيرها لتظل هذه الاحتفالية مناسبة تدخل البهجة والسعادة إلى قلوب الأطفال. هذه فعالية من ضمن الفعاليات اللي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. هذا فعالية القرنقعو هو موروث عندنا قطري وخليجي في نفس الوقت، هي فرحة بالنسبة يعني تختص أكثر شيء بالنسبة حق الأطفال. تحرص المؤسسة على قيام هذه الفعالية كل سنة. في نقاط احنا سويناها 5 نقاط عند المسرح الروماني على أساس يكون فيها توزيع القرنقعو على الأطفال، ومن ثم نوجههم عندنا في سوق كتارا بقسم الحكواتي على أساس أن يسمعوا قصة حق عن القرنقعو، وبعدها يتم توزيع القرنقعو على الأطفال. ليلة القرنقعو في كتارا شهدت إقبالا كبيرا من الأطفال والعائلات مواطنين ومقيمين، حيث استمتع الجميع بهذه الأجواء التراثية المتميزة. أنا طلعت مع أخواني وخواتي، رحنا لفينا مع الفريج وخذينا حلويات وايد استانسنا. أنا استانست، عجبني قرنقعو. طلعت أنا أخواني تقرقنا، رحت قرقعت ودرت في الفريج، أطفال استانسوا ولعبوا وعندهم حلويات. عجبني قرنقعو اليوم المهرجان كامل. يذكر أن الاحتفالية بليلة القرنقعو في كتارا بدأت بعد صلاة المغرب كما كان يحدث قديما، حيث كان الأطفال يطوفون على نقاط توزيع هدايا القرنقعو وهم يرتدون ملابس تقليدية ويرددون أهازيج خاصة بهذه المناسبة. قرنقعو قرنقعو عطون الله يعطيكم بيت بقي يوديكم. الله يحفظهم عيالنا. الله يحفظهم وبناتنا. إن شاء الله. شوف الأطفال لهم يعني طبيعة جميلة. صحيح. صراحة الله يحفظهم. صحيح. هم يمكن يذكروننا بأيام الأول يوم كنا نروح من قرقع في الفرجان الصباح. إيش كثر كنت يجمع خريطة ولا تروح تأخذ ثاني تروح بعد؟ تأخذ تحاول قد مرة تأخذ أكثر من مرة. الله يحفظهم. على حسب. إذا أعزائي المشاهدين، وأيضا بحضور آلاف الأطفال وذويهم أقيم في فريج سباير احتفال بمناسبة ليلة القرنقعو، نشوف وياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. قرنقعو قرقعو عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم، يا مكة يا المعمورة، يوم السلاسل والذهب يا نورة. بهدف تعزيز ارتباط الجيل الجديد بعاداتنا الأصيلة، أطلقت سباير زون احتفالاً بمناسبة ليلة القرنقعو التراثية، إذ شارك آلاف الأطفال وذووهم في إحياء هذه الليلة المميزة، فاحتشد جمهور زاد عدده عن 5000 في منطقة فريج سباير الذي تطلقه سباير زون للمرة الأولى ضمن مهرجانها الرمضاني السنوي. قامت مؤسسة سباير زون ولم تغفل عن تخصيص فعاليات خاصة بهذه الليلة المميزة، وقمنا في المؤسسة بإحياء هذه الليلة على الطابع التراثي والتقليدي اللي كانوا يسوونه الآباء والأجداد. طبعا من الفعاليات المميزة اللي أقمناها في فريج سباير أن احنا أحيينا تقاليد القرنقعو الأصلية، حيث أن هناك يتم تواجد مجموعة من الأطفال ويمشون في مجموعات معينة ويدورون على بيوت الفريج بيت بيت ويجمعون القرنقعو من كل البيوت مرددين الأغنية الشعبية للقرنقعو. وشملت فعاليات ليلة القرنقعو عروضاً خاصة على مسرح الفريج لفرق فنية كوميدية، وعروضاً للعرائس المتحركة والساحر والأغاني والألعاب الشعبية.
أيضا شارك المركز الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة في الاحتفال بليلة القرنقعو بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة. تفاصيل هذا الاحتفال نشوفها معكم في هذا التقرير. من أجل رسم البسمة على وجوه أطفال يتميزون عن غيرهم، احتفل المركز الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة بليلة القرنقعو. احنا سنوياً نحتفل فيها في الجمعية القطرية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. الجديد عندنا السنة ان احتفلنا فيها الجمعية القطرية والمكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة، فاحتفلنا فيها على إطار موسع لله الحمد. وسط حضور كبير للأهالي وعلى أنغام موسيقى القرنقعو، علت الفرحة وجوه عشرات الأطفال الذين شاركوا بحماس في الفعالية التراثية. الهدف منها هو دمج ذوي الاحتياجات أو ذوي الإعاقة، خروجهم من حيز الانطواء والانعزال، كسر حاجز الخوف والخجل، ودمجهم في المجتمع. أيضا الهدف منه أنه أبنائنا من ذوي الإعاقة يمارسون حقوقهم الشرعية في الاحتفال وفي الظهور في المجتمع وممارسة جميع حقوقهم مثلهم مثل أي حد غيره. وحصل المشاركون خلال الحفل على هدايا مقدمة من شركة كهرماء، كما تخلل الحفل فقرات وبرامج ترفيهية تلائم اهتمام وميول جميع المشاركين في الفعالية الرمضانية الشعبية. انتهينا يا خالد من فعاليات القرنقعو، والله يعودها علينا ان شاء الله اللهم بكل امن وامان لبلادنا الحبيبه قطر. اللهم امين. اذا اعزائي المشاهدين، وضمن فقره مجالسنا الليله نبت زياره قام فيها امس الزميل ابراهيم النعيمي باسم قناه الريان الى مجلس الوالد مبارك بن محمد السليطي في منطقه العزيزيه. مساكم الله بالخير جميع، مبارك عليكم ما تبقى من الشهر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا، يا اهلا وسهلا. الله يبقيك. الله يبقيك عبد الله. الله يسلمك. طول عمرك. يبقى مبارك، اول شيء نقول لك مبروك عليك الشهر وما تبقى من الشهر. الله يبارك فيك. نبغي سوالف رمضان الاول. يبقى مر عليكم رمضان في تهار. مر علينا رمضان. نعم. في المجالس يسلمك الله. ورمضان يجي وعادات الاولين عادات طيبة. نعم. يتمعون كلهم في المجالس ويفطرون. اللي عند فلان، عند أحمد بن علي، عند محمد مبارك، عند يفطرون عندهم. كل يوم في مجلس ولا في مجلس واحد يضمهم؟ لا، كل يوم في مجلس. اي كل يوم في مجلس. رمضان الأول يبا قد ياكم في القير، أيام الغوص. اي في القير. أي. في الشتاء. أي. متى يجي في رمضان في القير جاي. اي والله يجوا من البحر من هناك يجون ديره يصومون رمضان. يعني ما يغوصون في رمضان؟ لا، ما يغوصون في رمضان. يعودون؟ يعودون. ايه. يعودون ديره ويصومون الى خلص الصيام يروحون. عودوا مره ثانيه؟ اي نعم، عودوا مره ثانيه. وفي الشتاء؟ وفي الشتاء بعد، في الشتاء ما يروحون البحر، في الشتاء يطلعون البر. ايه. بيوت في مشهورهم ام سنيم، المايدة هناك، كلن في روضة. أي. عندهم الغنمان وعندهم خير. الوالد الله يرحمه عنده 800 من الغنم ما شاء الله. أي. وعنده 35 من المطايا، منهم خمس خلفات، والباقيين حق القنص. أي. وهو قناص. أي. وعنده 12 طير ركبية. 12 طير ما شاء الله. طير شاريه من من من, من من اوروبا يعني؟ من اوروبا جايبينه. اي نعم. طيور يبون. ايه. واخذ الوالد طير من عندهم بألف ريال، وذيك الساعه طيور الشوبي والجرناس يعني رخيص. ايه.
خمس ربيات وعشر ربيات، لكن هاي طير ولو كل واحد يشل الطير لو المعروف اللي يشل الطير. إيه شنو طيور، شنو طيور خالي الله يرحمه وكلهم مع ويقصون دول في صيد يبقى. إيه في صيد يقصون مثل مشبر مسني مني يقصون إلى النخش إلى النخش. يوم مرة من المرات صاروا النخش وصادوا من الحباري ومن الرعب، عقب ما جاء سلك صار واحد تبول فوق البحر. يوم جاء ولا السمش ذاك العيفة ظال من حط روحه فوق البر من البرد قال يقوم السمش هذا يربط فوق وقام ولا سلك كرة وش صاد من السمش سبحان الله رزق يا وترسوا عيفة 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 أيوه وترسوا لهم يخشتين حطوها فوق بعير اسمه سبحان عندنا بعير نعود حطوها فوق عودوا الديرة. عبد الله شلونك؟ مرحبا مرحبا مساك طيب. اول شيء ببارك لك على هذا المنزل، انا ما جيتك الا فريقكم الاولي في النصر قبل تشدون. اي عبد الله تغير عليك شيء من الفريق القديم لان الاول يمكن جيرانك وقدك سنين وياهم، الحين يوم شديت اول ما سكنت هني شو اللي تغير عليك في رمضان؟ تغير وايد. الاول يعني كلنا عيال عام مثل ما تقول، وهذا الرجال يعني جارنا. نعم ابن عمنا وجارنا اكيد. الحين وين هو وين احنا؟ والله اللي ما ادري وين هي منطقه واحنا في منطقه وكل واحد في منطقه. ما شاء الله خليفه شوف ما يجيك ليه الحين؟ يجيك ليه مكانك؟ ليه مجلسك؟ اكيد 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 جارك القديم في نفس المنطقه ولا شديت هذه يمكن رمضان هذه فوائده. الله يجمعكم ولا يفرقكم يا ابو مبارك. ابو سعيد محمد شلونك؟ عساك طيب؟ الله يحييك يسلمك. ابي جدولك في رمضان ابو سعيد. والله جدولي ما هو بغريب على شباب هالقطر. الف المجالس بعد التراويح. نعم. ومثل ما قالوا الاخوان كل مجلس له يوم معين. يمكن الوصل وزيارات الرحم خاصه والمرضات في رمضان هذه يمكن اجرها اكبر. اي نعم لا شك. الله يجمعكم ولا يفرقكم. الله لا يهينكم بيض الله وجيهكم. الله يحييكم واكرمكم الله واغناكم. الله يحييكم. لازم تسيرون علينا ان شاء الله. ان شاء الله الوالد لازم تسير علينا. يعني شرف ظهرك. الله يطول عمره. الله يرحمه ويجزيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قلها
إله إلا الله. أعزائنا المشاهدين، هذا الصوت الندي ضمن فقرة رحاب الذكر الأسبوعية كان مع الأخ محمد عبد الله البلوشي، ومع ضيوفنا في هذا البرنامج، ضيوفنا في هذه الفقرة، فقرة رحاب الذكر. طبعا هذا محمد هو الفائز بالمركز الرابع في مسابقة المؤذن القطري بلال العصر، ومعنا أيضا في الاستديو علي فهد العمري مقرأ للقرآن الكريم. نرحب فيكم جميعا ويا مرحبا بكم مرحبا في برنامج ترحيب. لكن قبل أن نبدأ نحب نهنيك يا محمد على تخرجك وتفوقك في امتحانات الثانوية العامة وحصولك على مجموع 95% و25%، ما شاء الله تبارك الله، والثالث على مدرسة الدوحة الثانوية، الثاني على الصف والثالث على المدرسة، ما شاء الله يستاهل. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. وأنا اليوم فرحتي فرحتين حقيقة، الحمد لله رب العالمين. الفرحة الأولى يعني نتائج الثانوية العامة، والفرحة الثانية التواجد معكم في قناة الريان، يعني هاي يعني اغلى فرحتين. الله يجزاك خير. واحنا ايضا ان شاء الله واحنا بدورنا خالد مبارك لاولياء الامور، يعني صحيح. الوالد والوالده الله يحفظهم ويبارك فيهم ان شاء الله على تفوقك ويعني وصولك لهذه المرحله، ونقول لك الف مبروك. وهالشيء ما جاء من فراغ، من جد من جد وجد ومن زرع حصد، تستاهل. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين، احنا ودنا اول شيء نبدا معك يعني في البدايه، يعني علي في البدايه ودنا نتكلم عن علاقتك بالقران الكريم ومدى اتصالك بالقران الكريم، وليش توجهت إلى هذا المجال؟ والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء هذا من فضل الله علينا، نعم، توفيق من رب العالمين. ثانيا الصحبة، نعم، حيث لنا الصحبة، طبعا الصحبة ساعدتني على كثير عشان أدخل مركز تحفيظ قرآن. نعم. دخلت مع شباب صحبة طيبة وعانوني على ذلك، الحمد لله تم يعني مع بعض، الحمد لله. تستاهل. يمكن محمد الجميل في الأذان، يعني يكون في يعني ربط بين الأذان والمؤذن، وما شاء الله احنا سمعنا صوتك الجميل ما شاء الله تبارك الله. شلون اكتشفت موهبتك في هذا المجال؟ والله البداية الفعلية للأذان تقريبا كانت قبل 5 أو 6 سنين، فاحنا يعني كل يوم بعد ما نصلي الجمعة نروح بيت جدتي يعني، فسبحان الله فجأة يعني سمعت أذان تلفزيون دبي يمكن أو أبو ظبي، يعني بعد هاي يعني تقريبا أذان العصر، فبعد العصر قعدت يمكن 3 ساعات أو ساعتين قبل أذان المغرب، فقعدت أتدرب، سبحان الله حبيت الأذان، فقعدت أذن ويعني تدربت والحمد لله، لأن أنا هالشيء يعني خدمت القرآن، كنت وقتها يمكن حافظ كم جزء من القرآن، وأظن لما يكون حافظ القرآن أو جزء كم جزء من القرآن قبل ما اختم يعني القران يتدرب يكون عنده صوت، فالصوت هذا ساعدني على الاذان. فسبحان الله بعدين رحت عند المؤذن، يعني هو توفى يعني قبل كم شهر، الله يرحمه ان شاء الله، الله يرحم المسلمين، فقلت له بأذن، فرحب الفكره، قال ما عندك اي مشكله، فاذنت ما شاء الله. وبعدها الحمد لله لقيت يعني دعم وتشجيع الاهل وكذي، فسبحان الله حبيت الاذان والحمد يعني الحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم ان شاء الله. طيب ما ادري صباح ودك نسمع ايضا من علي آية قرانيه وقراءة؟ احنا سمعنا محمد الحين دور على علي، بس قاعد يقول لنا خل كل شيء على محمد. لا انا بيك انت بعد ايضا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الله يعطيك العافية وجزاك الله خير يا علي، والله يكتب أجرك إن شاء الله. يمكن محمد كل يعني شخص له ارتباط بأمر ما، يعني يمكن علي ارتبط بالقرآن وارتبط بأمور أخرى، أنت ارتبط بالأذان، غيرك ارتبط بالذكر، ويعني وهل مجرا يعني شنو السبب يعني وراء ارتباطك بهذا المجال؟ أولا الحمد لله رب العالمين، قبل ما ارتبط يعني بالأذان الحمد لله ارتبطت بالقرآن الكريم. هذا هو كان الأساس والمقدم. كان الأساس صحيح. ففعلاً يعني الأذان يعني بالقرآن ولا الارتباط بالأذان ولا القرآن لهم فضل كبير في الدنيا أيضاً في الآخرة. فسبحان الله العظيم، يعني هاي الأشياء اللي أنا جداً سعيد بارتباطي فيها، وإن شاء الله أحاول دائماً إني أطور نفسي سواء في الأذان أو في القرآن الكريم. إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك على قد نيتك. طيب يعني أنا ودي أسألك، يعني إحنا اللي شفنا ولاحظنا من تواجدكم أكيد الأهل، يعني مثل ما قال مساء الصباح إن الأهل لهم دور كبير، وأيضاً البيئة لها دور كبير في تسهيل لكم يعني تذليل الصعاب اللي موجودة، فكلمني عن دور الأهل. والله الحمد لله الأهل شاركت في كم مسابقة، في المسابقة القرآنية كانوا يشجعوني دائما إذا كنت يعني فزت فيها وكذا، صار الاهتمام هذا تم التشجيع متواصل يعني، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن. وأكيد أيضا الطريق صعب، يعني مو سهل إن الواحد يحفظ كتاب الله عز وجل، لابد إنه من المداومة والاستمرار عليه أيضا. والله هو أهم شيء الواحد يكون يخلص نية لله إنها في حفظ القرآن، ثانيا يعزم يكون عنده العزيمة والإرادة أن يحفظ الكتاب، ثانيا يكون عنده الصبر، كل شيء يعني كل شيء يبي له صبر، يحتاج للصبر مثل ما الدنيا تبي صبر حتى الآخرة تبي صبر. ويحتاج أيضا مراجعة مرة ومرتين مع الشيخ، ودائما ما يحتاج إلى مراجعة بين فترة وأخرى. طبعا المراجعة مع الشيخ، أنا دخلت المركز يوم دخلت في التحفيظ يكون في جدول يعني محطوط كم أراجع في اليوم اللي المفروض أراجع مثلاً جزء في البيت أكون أراجعه، وأجي على الشيخ أسمع مرة ثانية، يكون بعض إذا في بعض الأخطاء يعني محتاج يحاول يصلحها كذا بصاص، وأراجع في البيت وأرد اليوم الثاني أسمع في إذا كان مضبوط الحفظ ننتقل للشيء الجديد إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. طيب محمد، الحين هل في اشتراطات معينة لابد أن تتوفر في المؤذن؟ طبعا اكيد هناك بعض الشروط اللي لازم تكون متوفره في المؤذن، منها انه يكون مسلم يعني عاقل، يعني ذكر مسلم عاقل، يكون امين، ايضا بعض الفقهاء قالوا العداله، وايضا يعني يكون يمتلك صوت حسن يعني في الاذان، انه صوت حسن في الاذان. نعم الله يوفقكم ان شاء الله. محمد، يمكن دور الاسره دور كبير، يعني قلنا حق علي ونقول لك يا مرضان، شنو دور الأسرة ومساعدتها لك خاصة يعني في تفوقك في الدراسة والثانوية والله الحمد، وأيضا تفوقك في هذا المجال والمشاركة في مسابقة مؤذن المؤذن الصغير؟ بعد الله سبحانه وتعالى الأهل هم لهم دور كبير جدا، يعني في التشجيع، ويعني تشجيع على الاستمرار والمواصلة، وأيضا التدريب والممارسة. يعني الأهل أنا أشوف بأن بعد الله سبحانه وتعالى هم لهم دور كبير جدا في الأذان أو في أي مسيرة أو في أي مسابقة أو في شيء أي شيء كان في يعني في الدنيا، فهم لهم دور كبير ويساعدون على المواصلة والتشجيع والتحفيز أيضا يعني. نعم. طيب أنا ودي أسأل علي، يعني فيني شيء أو نوع من الفضول، شلون ممكن الإنسان يحفظ كتاب الله؟ مثل ما قلت لك أنا في البداية، واحد يكون يعزم الإرادة، كنا عنده إرادة ويرتب جدوله. يعني طبعًا كل الناس يقولنا وش ما عندي وقت. بالضبط. شو طريقة الحفظ؟ هذه المشكلة. إحنا كلنا كل ما طلع لنا شيء خالد على الوقت. نعم. لا واحد يرتب الجدول. يرتب جدوله مثلاً يراجع مثلاً إذا بيحفظ الحفظ. أصلاً لو دخل على شيخ يعني دخل مركز دائما بيكون مرتب. الحفظ يمكن يكون في الصغر شوي أسهل، أو يعني ما أدري، الناس البعض من الناس دائما يقول الحفظ في الصغر يكون أسهل بكثير، ولذلك أيضا تشوف إنه دائما الواحد يخلي عياله وهم صغار يحفظون أسهل، والعلم العلم في الصغر كناقش بالحجر. والله هو في الصغر له دور، لكن أنا ما جربت، أنا حفظت القرآن بعد الثانوية. نعم ما شاء الله والحمد لله، يعني اللي كان في الصغر اللي يكون اللي عنده العزيمة واللي عنده الإرادة أنه يحفظ بينافس الأخوان، ما شاء الله مثل محمد حافظ القرآن كامل، ما شاء الله إن شاء الله الله يحفظه، إن شاء الله اللي بينافس ما شاء الله معاهم بيحصل صحيح. إن شاء الله الله يوفقهم، يدعو الله أن يسر له حفظ القرآن
نعم يتيسر ان شاء الله. احنا تشرفنا بوجودكم محمد عبد الله البلوشي وايضا علي فهد العمري، شكرا لحضوركم معنا في برنامج ترحيب. واحنا في قناه الريان دائما ما ندعم الشباب ونسعى دائما لابرازهم من خلال شاشتنا شاشه قناه الريان. شكرا لحضوركم معنا في برنامج ترحيب. الله يوفقكم ان شاء الله ومنها الاعلى باذن الله تعالى. اذا اعزائي المشاهدين، وبهذا نكون وصلنا وياكم الى نهايه هذه الحلقه من ترحيب. لاي اقتراحات او استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق البرنامج من خلال المشاركة عن طريق تويتر هاشتاج برنامج ترحيب، أو عبر الانستغرام على حساب قناة الريان الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، ونختم مع أجواء الفرح والنجاح، ونترككم مع أغنية نشارك فيها سعادة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، ومن بينها محمد البلوشي وبقية عيالنا وأخواننا وأخواتنا إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظك. يا قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالحسام وبالقلم دون حدك والمصير. يا قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالحسام وبالقلم دون حدك والمصير. نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير، نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير. في كل فم من صغير ومن كبير كلنا يحيى العالم. يا قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالحسام وبالقلم دون حدك والمصير. يا قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالمسير.